صباح الخير لكل المشاهدين، عدد جديد من برنامج عالم الصباح لليوم الأحد 17 شباط 2013. صراحة بدي استغيب الشيف شادي لليوم، لأنه لو قعدت بدي أعلق على كل معلومة بدي أقولها، بدي أقول أنه هو بيعرف أكثر مني وبيعرف المعلومات ولا شو عم يقولون. أنا ما بحب أبدا أتشارك المعلومات لحالي، بحب دايما أتشاركها معكم وخبركم عن كل شيء بقرأ عنه. يعني تخيلوا إذا عندكم مشكلة نمل بالبيت كيف كنت تحلوها؟ بتقعدوا تجيبوا تحطوا سم وفي ولاد وما في ولاد، بتعرفوا إذا بتعرفوا وين الوكر وحطيتوا عليه قشر خيار بيختفوا النملات؟ هاي شغلة لو كان شيف شادي هون قال إيه أنا بعرفها. تخيلوا لتشيلوا العلكة عن التياب قد إيه بتتعذبوا إذا كانت ملزقة؟ إذا بتحطوا التياب بالثلاجة وبتشيلوها بعد ساعة العلكة بتقبع لوحدها. لتمنعوا تدمعوا أنتم عم تقشروا بصلة، بتعرف شو لازم تعملوا؟ لازم تعلكوا. اذا حطيتوا علكه بتمكم بقولوا حطوا قشره بصل من هون، غسلوا وجهكم مي مسقعه، حطوا حدكم كاسه مي، كل هالامور هيدي ممكن تكون مزبوطه. ولكن اذا بتعلكوا هي شغله منيحه، يعني البصله ما بتخليكم تدمعوا. اذا لتعرفوا الفطر او شامبينيون اذا كان طازه او مش طازه بدكم تحطوا عليه هون ملح، اذا تحول لونه لاسود فهو منيح، اذا تحول لاصفر فهو مسم، اوعى تاكلوه ابدا لانه ممكن يعمل تسمم. السمك اذا حطيتوه بالمي البارد اذا فاش على الوجه يعني طازه، اذا ضل تحت يعني مش طازه. لتذوبوا الدجاجه المثلجه اذا اضطريتوا دغري تشيلوا من الثلاجه الدجاجه وتطبخوها شو لازم تعملوا؟ لازم ترشوا عليها بالمي البارد، تحطوا ملعقتين كبار ملح، ما بدها كثير، نص ساعه زمان تشوفوا الثلج كله تفكفك عنا. لتشيلوا الحبر عن التياب كمان حطوا عليه معجون اسنان لفتره نص ساعه ساعه، وقت ينشف هيك اتركوه حتى ينشف واغسلوه بعدين بالغساله او اغسلوه على ايدكم مثل ما بدكم، بتشوفوا كيف الحبر بيختفي كمان معجون سنين، يعني نفرشي في سنيننا. في كتير اخبار، البطاطا الحلوه اذا تقشر منيح بعد ما تسلقوها لازم مثلا تحطوا عليها مي بارده دغري، يعني في اخبار هلا اخبركم اياها خلال النهار. ريحه الملفوف بالبيت قد ايه بشعه انتم عم تطبخوها؟ حطوا عليها خبزه على الطنجره انتم عم تطبخوها ببطل في ريحه. يعني شغلات ممكن تكونوا تعرفوها يمكن لا، البعض منكم بيعرفها البعض لا. هلا رح نقول كذا خبريه خلال النهار. من هلا لغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت عالم الصباح فقرات كتار، نهار الاحد بيكون سبيسيال مع جون وفقراته وغير فقرات، وفي عنا فرص عمل والشيف مش الشيف شادي اليوم. بدي صبح بالخير شيف مازن، حلويات البابا الممتازه بالفعل ممتازه، شو عامل فينا؟ شو هالست الموجود قدامنا؟ بتصور الكاميرات رح يضلوا عندك اليوم بتخيل شيف. مش غلط، صباح الخير. بدي صبحك صبح المشاهدين. اليوم عندنا حلقة رائعة رح تكون معمول مد بالقشطة وبالفستق، ورح نسوي نوازات بالقشطة. لكن اليوم حلويات البابا الرائعة، حلويات البابا. اوكي حبيب القلب، ثانك يو لك شيف، لكن بنشوفك خلال النهار بمحطات عدة لنتعلم منك الوصفات اليوم. شو رايكم نشوف شو في عنا فقرات لليوم؟ لكن قبل بقول لكم فيكم تتواصلوا معنا طبعا عبر كثير من سوشيال ميديا غير انه على شاشه التواصل، دائما نحن وياكم جاهزين لانه نلبي كل تساؤلاتكم عبر الفيسبوك www.facebook.com/alam.alsabah، عبر تويتر @alamalsabah، وعبر الويب سايت www.future.com.lb. اي تساؤل، اي اقتراح، اي موضوع بتحبوا انه طبعا نطرح وجاوبكم عليه مع اخصائيينا خلال الاسبوع، نحن جاهزين لكم، او حتى يمكن بنجاوبكم عبر السوشيال ميديا. نحن وياكم نشوف شو في فقرات بهالفيديو من هلا للوحده بتوقيت بيروت، خليكم معنا. بحلقه اليوم من عالم الصباح منتابع الابراج مع كارمن، شو هو التوب 5 يلي اختاره جون لليوم بيع يوتيوب؟ تحية لستينج وآخر ميوزك فيديو لإليسا بيع غير موجي مع جون. وبخصوص الجمال من روما مع جين نصاري اللي بتنقلنا العناية بوجه العروس لنضارة وإشراقة أكتر، وقفة خاصة مع ميرا كلي وتحفيز الموظفين. هذه فرصتك لتتعرف أكتر على فرص العمل من خلال شركة برايم جوب ونصائح حتى تحب شغلك وتبقى فيه. روني وجون مع الطبل والدربكة والهيصة بجيل طب، ورشة ملح على الحلويات العربية مع شيف مازن. اليوم الهيصة والدربكة والطبلة، وحبيت انه كيف الواحد يعرف شو هن المعلومات السرية اللي تمرق قدامه ليخليه يحس انه لازم يحافظ على شغله ويضل بنفس الشركة اللي هو فيها. يمكن انا حسيت فيه لي 21 سنة بالفيوتشر، تخيلوا. خلينا نشوف اليوم كل شيء مخبط لنا الفقرات، ولكن هلا نحن وياكم تحركة كواكب ننتقل لنشوفها مع كارمن والابراج بعلم الفلك.
صبحكم بالخير. اليوم الأحد 17 شباط فبراير، يوم القمر بعده مرافقنا من مبارح من برج ترابي من برج الثور، والجو بعده جيد للأبراج الترابية، مواليد برج الثور العذراء وأيضا لمواليد برج الجدي. كيف رح بيكون هنهار لكل الأبراج؟ خلونا نبدأ ونشوف أبراجنا كيف رح بتكون، والبداية طبعا مع أول برج، برج الحمل، يلي نهاره رح بيكون تقريبا شبيه بمبارح، في عجقة انشغالات وهموم ويمكن مسائل مالية، وفي فواتير عم تندفع، بدها تندفع، عم تعمل حساباتك وعم بتشوف أيضا مين اللي خدمك ومين يلي ما خدمك، وكأنك عم تقيم العلاقات وأيضا المسائل المالية. وبعتبر اليوم المولود الأكثر نشاطا هو مولود شهر نيسان أبريل، تحديدا مواليد 5 إلى 10 نيسان أبريل. منتابع الأبراج ومننتقل للبرج الثاني يلي هو برج ترابي برج الثور، ويلي القمر اليوم ببرجه انطلاقة جديدة، طلة جديدة، يمكن تبدأ عمل جديد، يمكن تستلم موقع جديد، يمكن يكون في تكون مرشح لمنصب معين، واليوم هو الجواب اليقين. الجو يدعو إلى التفاؤل، في تقدم، في طلة جديدة، وفي قرار مهم. وبعتبر المولود الأكثر نشاطا حاليا بعده مولود شهر نيسان أبريل. منكمل أبراج ومننتقل للبرج الثالث يلي هو برج هوائي برج الجوزاء، ويلي نهاره اليوم في بطء في سير الأمور، أمورك بعد مطرحها تراوح مكانها، يمكن تعلق بعجقة سير، يمكن تتأخر، ويمكن يصير في تأخير في جدول أعمالك. اليوم مولود برج الجوزاء مطلوب منك أنك تكون واعي أكثر لحتى ما توقع في هالمطبات، انتبه من بعض المحتالين أيضا. وبعتبر المولود الأقل حظا اليوم هو مولود شهر حزيران يونيو. منتابع أبراجنا ومننتقل للبرج الرابع يلي هو برج مائي برج السرطان، يلي نهاره اليوم جيد وحلو ومفيد وبناء، وبيعطي نتيجة بعكس اليومين المقبلين، يعني بكرة وبعد بكرة ما في تقدم عند مولود برج السرطان. اليوم في هدف بتقدر توصله، في ناس، في أشخاص بيزقفوا لك، بيشجعوك، بيعطوك نصيحة، بتقدر تتفاعل معهم بشكل إيجابي، نهار بتقدر تتسلى فيه، بتقدر تنبسط فيه، وفعلا بتحس في بعض الانفراجات. وبعتبر المولود الأنشط هو مولود شهر حزيران يونيو، بدي أضيف لهم 3 و4 تموز يوليو. منتابع أبراجنا ومننتقل للبرج الخامس يلي هو برج ناري برج الأسد. قلو لمولود برج الأسد نهاره اليوم متعب، نهاره اليوم بيحمل ضغوط مهنية عائلية أو حتى اجتماعية. إذا عندك شغل اعتبر أنه اليوم أنت في موقع امتحان، الأضواء كلها مسلطة عليك. أحد الوالدين يمكن يفيدشك بمسألة معينة، في أخذ وعطاء في بعض الضغوط، فكون حذر، كون حذر أيضا على سمعتك. وبعتبر المولود اللي بعتبره نوعا ما أقل حظا من غيره اليوم هو مولود شهر آب أغسطس. منتابع الأبراج ومننتقل للبرج السادس يلي هو برج ترابي برج العذراء. نهار جيد جدا لمولود برج العذراء، في فسحة أمل لك، اليوم في مجال لحتى تضب الشنطة وتسافر مثلا، نهار بيحطك وجها لوجه أمام أشخاص ما بتعرفهم، عندك رغبة اليوم في التأقلم والتكيف مع الظروف، وبالتالي اليوم ما رح تنزعج من أي مفاجأة أو شيء جديد. وبعتبر المولود الأوفر حظا نسبيا هو مولود شهر آب أغسطس. منتابع الأبراج ونوصل للبرج رقم 7 اللي هو برج هوائي، اللي هو عفوا برج رقم 7 يلي هو برج هوائي برج الميزان. اليوم مولود برج الميزان اجواءك حلوه، فيها اخذ وعطاء اكثر من امبارح، فيها مسايره اكثر، في مجامله اكثر، وانت بتربح بهالمجال، فما في خوف عليك، اجواء حلوه يمكن بتخليك تخلص اوراق ومعاملات اذا سيرت شوي. وبعتبر الاكثر حظا 30 ايلول سبتمبر، 1 اكتوبر، 2 اكتوبر، تشرين الاول. منتابع الابراج ومننتقل للبرج رقم 8 يلي هو برج مائي برج العقرب. خلونا نشوف برج العقرب شو القصة. بالنسبة لبرج العقرب الظروف اليوم صعبة فلكيا، الجو اليوم بيحمل opposition، وكأنه في معاكسات، كأنه في أشخاص عم بيعاكسوك، كأنه في عراقيل، كأنه في حدا عم بيستفزك، فما توقع بهالفخ، طول بالك، هدي أعصابك وتجنب أي نوع من ردات الفعل. والأقل حظا يلي لازم ينتبه بشكل خاص 3 إلى 5 نوفمبر تشرين الثاني، واللي عنده ظرف إيجابي أو سلبي 11 إلى 13 تشرين الثاني. منكمل الأبراج برج القوس.
بالنسبة لبرج القوس نهارك طويل، في انشغالات كثيرة وعديدة ومتنوعة، لكن بيضلوا أريح من بكرة وبعد بكرة. بكر على شغلك لأنه نهارك بيطول وفي بعض الأعباء يلي معقول تسبب لك تعب ويمكن حتى تراجع صحي، لكن بعتبر في حظوظ مهمة عند مواليد 12 13 14 و15 ديسمبر كانون الأول. منتابع الأبراج ومننتقل للبرج العاشر يلي هو برج ترابي، برج الجدي، ويلي نهاره بعتبره جيد جدا إيجابي، في حظوظ كتير مهمة ويلي فيه احتمال يكون في مصالحة بانتظارك، مصالحة عاطفية، مصالحة عائلية أو حتى مصالحة مهنية. نهار بيحمل حظوظ قوية، فضروري أنك تشتغل وما توقف مكتف إيديك. بيبقى الأنشط والأوفر حظا مولود ديسمبر كانون الأول. منتابع أبراجنا ومننتقل للبرج رقم 11 يلي هو برج هوائي، برج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو بتهتم بتحسين أوضاعك الشخصية والعائلية، يمكن تكون عتلين هم مسألة بالبيت، حدا مريض، أنت مريض، أنت تعبان، أو عندك بعض الأعطال المنزلية اللي بتتطلب اهتمامك. نهار في يكون إيجابي جدا، فيك تكون عم تحتفل بحدث كتير حلو ببيتك، وبعتبر المولود الأكثر حظا 9 10 11 و12 شباط فبراير. نوصل لآخر الأبراج اللي هو برج مائي، برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت بعتبر نهاره اليوم نشيط، ناشط، فعال، في حكي، في أخذ وعطى، في مجال لحتى تقدر تتفاهم مع إخواتك، مع عائلتك، مع زملائك. نهار كتير حلو، بيحمل حركة قوية، والحركة رح بيكون فيها بركة. اتحرك، احكي، لكن خلي كلامك يكون واضح 100%، وكون حذر جدا من السرعة، من المشاكل. 2-3-4 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم، قل له لمولود اليوم بانتظارك سنة جيدة، سنة مهمة بتحمل لك بعض الانشغالات العائلية أو حتى الشخصية. أدار مارس، تموز، يوليو، تشرين الثاني، نوفمبر هني أفضل الأشهر. هذه كانت الأبراج لليوم، أتمنى للجميع نهار موفق. إلى اللقاء بكرة مع أبراج جديدة. باي باي. بنعود معكم لمتابعة عالم الصباح. شو رأيكم بوقفة بسيطة من بعدها ولا مكمل دغري؟ ولا نوقف؟ نوقف؟ نوقف نوقف دقيقة قليلة ونرجع نحن وياكم مع يوتيوب مع جون. خليكم معنا.